مدها وجزرها في مختلف مناطق المملكة. في حلقة الأولى من هذا البرنامج يسرنا أن نستضيف وكيل لائحة الجهة لمدينة فاس، الأستاذ إدريس الأزمي الإدريسي، وكيل اللائحة ورئيس منتدى الأطر والكفاءات لحزب العدالة والتنمية. أستاذ إدريس، مرحبا بك في برنامج في قلب الاستحقاق على أمواج بي جي دي اف ام الإلكترونية. أستاذ إدريس، هل تسمعنا؟ شكرا، بارك الله فيك. مرحبا سي إدريس. الله يبارك. كيف استعدادات الانتخابات سي إدريس؟ مستعدين؟ لا أسمعك أستاذ إدريس. هذا أتم الاستعداد الحمد لله. مقفطين كما قال سي بن كيران؟ نعم نعم. إن شاء الله حظ موفور بالنسبة لكم، ومتمنيات لنا لكم من طرف المغاربة جميعا بالتوفيق في هذه الحملة. سي إدريس، نبدأ معك. جاني غريب أنك ترشح في هذا الاستحقاق، خصوصا أنه عموم المغاربة والناس ديال الحزب ما عمرهم شافوك مترشحا. وقبل الدخول ديك الحكومه كنتي كتشتغل في الخفاء، وكنتي اطار اللي كان كيتعتمد عليه، ولكن ترشيحك جاء مفاجئا للبعض. كيفاش جاء الترشيح السي إدريس؟ هو الترشيح صحيح انه مفاجئ، باعتبار ان المسافر السي إدريس لا اسمعك. قلت لك ليس مفاجئا باعتبار ان نعتذر لمستمعينا الكرام، هناك عطب تقني على مستوى التواصل مع الاستاذ إدريس من فاس، لان مشاركته ستكون عبر الهاتف، فلذا نعتذر، لان دي اول تجربه بالنسبه للبرنامج المباشر في على امواج بي جي دي اف ام الالكترونيه. سنحاول تجديد الاتصال مع الاستاذ إدريس الازمي. انا سمعك جيدا استاذ عصام. نعم سي إدريس، مرحبا. قلت يعني احنا راه فاجئنا الترشح ديالكم. الترشيح في الحقيقة لا يمكن أن يوصف لا بالمفاجئ أو غير المفاجئ، باعتبار أنك وأنت عليم بمساطير حزب عدالة وتنمية في اختيار مرشحي ومرشحاته، اللي هي مساطير تأخذ يعني مسار طويل ابتدأ منذ تقريبا أكثر من 3 أشهر، وفيها يعني الجمع العام ثم لجنة التشكيل الأولي ثم النهائي ثم لجنة التشكيل النهائي، وبالتالي لا أحد يعرفوا يعني هل سيكونوا من بين المرشحين أو لا، ولكن في النهاية المهم هو أن هؤلاء المرشحين وهؤلاء المرشحات هم ليسوا متواجدين كأفراد، هم متواجدون ضمن فريق، هذا الفريق اختاره حزب مسؤول وفق مساطر. هذه المسألة ليست مسألة شخصية، ولكن هي مسألة أولا الحزب يختار أفضل ما فيه، يختار كفاءاته من مناظريه. لا سي إدريس، خلينا نكونوا شي شويه في الواقع. واش معمرو دار في الخلد ديالك انك ممكن ترشح؟ لا، ولا كان عندك طموح بانك ترشح؟ لا كان عندي طموح، ما نكذبش على الله، كان عندي طموح بانني ترشح. وعلاش تعطل حتى لدابا؟ لا ما حتى لدابا بشويه، داك الشيء حتى شوف حنايا الحيز راه مساطير، ما نكذبش على الله انني بطبيعه الحال كان عندي طموح، لان هذا العمل الجماعي والله شاهد العمل الجماعي عندي ليه واحد كنعتبره هو صلب العمل ديال الخدمه ديال المواطن، لانه تيوقف على هو العمل ديال القرب، تيوقف على الجماعه هي اول ما يجد المرء امانه، هي اللي تعطيه شهاده الازدياد، وهي اللي تعطيه شهاده الوفاه وشهاده الدفن، وبالتالي الجماعه يعني القرب ديالها في الديمقراطيه هي اقرب وحده اداريه
بخدمة المواطن. وأنا انطلاقا من تجربة سابقة في المسار ديالي التعليمي حينما كنت في المدرسة الوطنية للإدارة، هذه ربما تنذكرها يعني هكذا الطريقة لأول مرة، من كنت في المدرسة الوطنية للإدارة وكان عندي تدريب، فتعرفوا بأن المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط عندها واحد التوأمة آنذاك مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، الإدارة ديال فرنسا، وهذيك في ديك التوأمة كان عندي تدريب على مستوى واحد الجماعة، واحد يعني واحد الإقليم في فرنسا، ومشيت مع واحد رئيس الجماعة وشفت كيف أن رئيس الجماعة يعتبر الجماعة بحال البيت ديالو، تيسهر عليها بواحد السهر لا يتصور. إذا السي إدريس أنت إن شاء الله تنقل لنا التجربة الفرنسية بإذن الله في هذا. لا لا، هي أنا التجربة الفرنسية أنا ذكرتها فقط لأعرف كيف جات هذه الفكرة ديال، يعني كيفاش عندي جاني هذا يعني هذا الطموح. نعم. لأنني ولكن وإن كان إحنا بغينا التجربة ديالنا مغربية انطلاقا من هذه الجماعات وهذه الجهات، ولكن كيفاش إن شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش نوفروا واحد الجيل جديد من المسؤولين بمواصفات. نعم. جديدة. نعم. اللي هو الهدف ديالو كيف ما ذكر أحد الزملاء ديالي السي مصطفى الخلفي واحد المرة، قال أقل حنا بغينا حنا خدامين عند الشعب، وهذا هو الأساس، يعني المسؤول العمومي من شارسه إلا بغى يدير هو المقاولات ولا يدير الاستثمارات ولا يدير يمشي يخرج القطع الخاص ويقفض على دراعه كيف ما قال الشعب ديال بن كينان. سيدريس نمشيو سيدريس إلا سمحتي نمشيو لما هو أعم ونتذكروا على القسم الذي يعني الذي تترأسنا ديال المنتدى أو منتدى الأطر والكفاءات، واللي هو شرف تحت الرئاسة ديالكم على إعداد واحد البرنامج اللي هو برنامج وطني كيقدمه حزب العدالة والتنمية بين أيادي المواطنين كبرنامج لهذا الاستحقاق ديال 14 تنبير، سواء تعلق الأمر بالجماعات القروية أو الجماعات الحضرية أو مجالس العمالة والأقاليم وأيضا المجالس الجهوية. ممكن تقول لي السي إدريس كيفاش تمت صياغة هذا البرنامج بعد أولا؟ التواصل مع المواطنين والمواطنات، يعرفوا الحزب كيفاش تيشتغل وكيفاش الحزب اللي هو عصري وملتزم كيفاش خصو يشتغل. حنا دائما في الاستحقاقات قبل ما نفكروا في المسطرة ديال الاختيار ديال المرشحين والمرشحات تنفكروا دائما في برنامج، لان يعني تنعتبروا انه لا ينبغي ان يكون هناك انسجام ومزاوجه بين يعني برنامج وبين من ينزله، ما يمكنش دير زيد غير الناس اللي يخدموا ما عارفينش الطريقه باش يخدموا. بالتالي حنا بدينا تقريبا هذه 5 أشهر باش بدينا الاشتغال على البرنامج في اطار طبيعه الحال منتدى الاطر ديال الحزب بتعاون مع اللجنه المركزيه للانتخابات، مع الاداره العامه ديال الحزب، مع الجمعيه الجامعه اللي تتسم بالمستشارين ديال الحزب، مع قسم التدبير المحلي، كل المؤسسات اللي هي موجوده. نعم. داخل الحزب التي تشتغل على الجماعه المحليه كان لها دور انخرطت في هذا الورش. ولكن السي إدريس لو الى سمحت السي إدريس، كيف يمكن البرنامج اللي عنده بعد وطني ياثر انتخابات ذات بعد مجالي محلي؟ بمعنى كيفاش غادي يلقاو الناس اللي غادي يدبروا الشان المحلي على مستوى الاقاليم والجهات والمدن والقرى يلقاو ريوسهم في البرنامج الوطني؟ احنا كنا واضحين، قلنا البرنامج الوطني هذا بحال واحد الخارطه ديال الطريق اللي هي تتاثر العمل ديال المناضلين وديال المناضلات ديال العداله والتنميه والمرشحين والمرشحات ديالو وفي اطار العمل ديالهم. وطبيعه الحال هذا البرنامج خديناه برنامج عملي، لانه مشينا انطلاقا من ان الحزب اليوم يقود مجموعه من الجماعات، الحزب عنده تجربه جماعيه اليوم يعني تطورت عبر. ممكن تعرف المستمعين الكرام بالحجم ديال التسيير؟ مثلا نعطيك كاين مدن كبيره، نعطيك القنيطره، القصر الكبير، الرشيديه، ارفود، تطوان، التشيره، واحد المجموعه ديال اجمالا العدد السي إدريس، اجمالا العدد شحال هو ديال اش ديال المدن اللي كيساو الجماعات اللي كيسيرها الحزب وكيتولى فيها الرئاسه؟ ما عنديش العدد بالضبط، انا عطيتك امثله بالاسماء. نعم. وبالتالي الحزب اليوم متواجد في مختلف المواقع في الجماعات الترابيه، سواء في الرئاسه او في التسيير او في المعارضه، وبالتالي عنده تجربه. حنا في الاعداد ديال البرنامج انطلقنا من الميدان، جبنا الاخوان ديالنا
هما في الميدان، اللي هما يا اما رؤساء يا اما في المعارضه يا اما في السير، وقلنا شنو هما الاشكاليات ديال الجماعات بصفه عامه. ومن بعد قلنا بان كل مدينه او كل قريه، كل جماعه او كل جهه غادي ستتمثل هذه المحاور وهذه الاجراءات وتنزلها على الخصوصيات ديالها. سي ادريس لو سمحت، كاين اشكال بالنسبه للتجربه المغربيه، كيفاش يمكن الفصيل السياسي انه يطبق البرنامج وهو كيعرف بانه من المستحيل انك تسير جماعه لوحدك؟ الطبيعه ديال النمط ديال الاقتراع واللوائح واحتساب اكبر باقي الى اخره والتقطيع تيفرز تحالفات بالطبيعه، كيفاش غادي نديروا البرنامج؟ هو كيعتم السؤال ديالك في الصميم، غير هو ينبغي التفريق بين الشان الوطني والشان المحلي. شوف الشان المحلي الا كنا غنختلفوا حتى في الماء وحتى في الضوء وحتى في التطهير وحتى في التهيئه ديال 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 يعني المدن، وحتى في يعني في الجانب اللي هو ديال الخدمات الاداريه والثقافيه والبيئيه، هذه خدمات عمليه، خدمات ماديه يطلبها المواطن، وبالتالي لا يمكن ان يجادل في هذه الخدمات الا من له مصلحه اخرى، وبالتالي هذه امور عمليه، امور ديال الخدمات ديال المواطنين. بطبيعه الحال هذا برنامج ديال الحزب العداله والتنميه، نحن نجيب فيه على مجموعه من الانتظارات ديال المواطنين والحاجيات ديال المواطنين في المستوى المحلي. بطبيعة الحال إذا كنا في إطار أغلبية مرحبا بالاقتراحات. المهم مرة أخرى هو خدمة المواطن، هو نصه أن المواطن يستفيد من هذه الاختصاصات اللي كاينة في الجهات والاختصاصات اللي كاينة في الجامعات والإمكانيات المالية المتوفرة. وبالتالي إحنا البرنامج ديالنا برنامج تيستحضر هذه الانتظارات. يعني ملي كنتكلموا بأن كاين مشكل، تكلمنا في المحور أول، إذا بغيتي ندخلوا يعني نعطيو بعض الأمثلة في المحور الاول، كنقولوا المشكله ديالنا وهو اننا عندنا جهات وعندنا جماعات لا تتوفر على الفعاليه اللازمه. مثلا نتكلموا على الفعاليه اللازمه، شنو هي؟ معنى ان المكتب المسير ينبغي ان يشتغل ويجتمع بانتظام بطرق عصريه، ينبغي ان المستشار والمنتخب يكون عنده واحد الدور، ينبغي للاحترام ديال المعارضه. ما يمكنش انك تعتمد على الاحترام ديال المعارضه، طبيعه الحال المعارضه البناء او المعارضه المقترحه، ينبغي كذلك الاحترام ديال 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 الدوريه ديال 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 الدورات، ينبغي الاهتمام بالمنتخبين، وبالتالي ينبغي مجموعه من الامور اللي هي غترفع من المكتب. هذا المكتب دابا على مستوى الجهات وعلى مستوى الجماعات هذا هو الذي يقرر في شان المدن وفي شان الجماعات، وبالتالي الرفع من هذه الفعاليات، الرفع من الاختصاصات، يعني الرفع من النجاعه ديال المجالس. استسمح سي ادريس، غادي نبقاو مع واحد الفاصل وغادي نعاودوا نرجعوا للنقاش ديالنا بعد قليل ان شاء الله تعالى. ودمتم مستمعينا الكرام مازلنا مستمرين في بث البرنامج المباشر في قلب الاستحقاق مع وكيل لائحه الجهه بمدينه فاس الادريسي الازمي، فنترككم مع هذا الفاصل. نعم تنسمعك دابا مزيان. ايوا لا بد من التشاش، وخصني شويه ديال التعبئه باش التعبئه والصبر وتحيد التشاش. مرحبا، انا موجود، انا غادي نبقى
اسمع دابا اي غير واحد الشيء قطعة ما تخليش غير تكمل ما تخليش غير الأغنية تكمل ثلاثة دقائق الفاتحة ما تسمعش الفاتحة نعم لا ما تسمعش لا أنت ما غاديش تسمع لأن أنا وياك دابا خارجين سميتو خارجين التغطية أنت تسمعني مزيان أنا كنسمعك دابا السي إدريس كنسمعك صافي يلا بدات يبا كانت شي ايه كانت زيد يلا فاش تسمع بزاف وخمسين وخمسين خمسين واخا ما كاين مشكل راه قريب نيت دابا وخمسين مزيان كتسمع خير ها خير كاين شويه التشاشير كتسمع على الله واضح مخير وهذاك الشيء مزيان مخير تبارك الله عليك ما شاء الله ها تبارك الله عارف ولا نعم كان زرب على السي إدريس صافي صافي راه وصلت 50 صافي صافي سي إدريس احنا غادي نبداو مرحبا مستمعينا الكرام على امواج بي جي دي اف ام الالكترونيه نعود لمتابعه برنامجنا من قلب الاستحقاق ومع ضيفنا الاول في هذه الحلقه وكيل لائحه الجهه بمدينه فاس الاستاذ ادريس الازمي الادريسي سي إدريس مرحبا نبقاو ديما في المضامين ديال البرنامج بديتي كتحدث على المحور الاول ديالو اللي كيتعلق برفع النجاعه ديال المؤسسه ديال الجماعه ممكن نستمروا معاك في هذا النقاش وتعطينا المحاور الثلاث الاخرى المتبقيه سي إدريس بايجاز مرحبا غادي نكمل غير بغيت غير واحد التدقيق انا وكيل لائحه ديال جهه فاس مكناس وكذلك وكيل لائحه ديال فاس لانه فاس وما ادراك فاس وحنا ناويين ان شاء الله هذه المدينه لا غادي نرجعوا سي إدريس غادي نرجعوا لمدينه فاس خلينا في المحور ديال 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 البرنامج الانتخابي مرحبا سي محمد قلت في بالنسبه للبرنامج اذا كان هذا المحور الاول اللي هو تيهتم بالمؤسسه الاعاده ديال الاعتبار للمؤسسه للمكتب المسير من حيث الديمقراطيه الداخليه من حيث كذلك التشاركية مع ما سميناه نحن فاعلي التنمية المحلية من تنقصد فاعلي التنمية المحلية نتمثل منهج العدالة والتنمية في التعاون في مد اليد يعني مع المؤسسات مع السلطات الترابية مع الجمعيات مع المواطنين لأنه بدون شراكة هذه نحن
احنا هنا ماشي تنتكلموا على استجابه لانتظارات المواطن. هذه انتظارات لا يمكن ان يتعرف عليها او ان يستجاب لها من فوق. لا بد ان تتفاعل مع كل من يتدخل في هذا المجال، وان تتفاعل مع المجتمع المدني، وان تتفاعل مع المواطن والمواطن. بالتالي الرفع من الكفاءه ومن النجاعه ومن الفعاليه ديال المكتب المسير، وكذلك التشارك من اجل ان يكون هذه يعني ان نضمن هذه النجاعه. المحور الثاني هو كل ما يتعلق بالتعبئه ديال الموارد البشريه والموارد الماليه والموارد العقاريه للجماعه، لان هذو ثلاثه ديال الموارد البشريه والماليه والعقاريه. نعم. وهذو ثلاثه ملي تنتكلم على الموارد البشريه، يعني مره اخرى اعاده الاعتبار للموارد البشريه سواء كان الموظفين او المنتخبين، لان هذا هو الاساس ديال الممارسه ديال. ولكن سي ادريس كيف ستتم التنميه ديال الموارد البشريه والحكومه كتقتطع من الاجور ديال المضربين مثلا؟ سي محمد، الاقتطاع من الاجور المضربين هذا اعاده الاعتبار للموظف الذي يمارس الاختصاصات ديالو وتيتخلص اخر الشهر. ما يمكنش واحد تيحرق الدم ديالو وتيتخلص، وواحد تيدير الاضراب غير مشروع وتيتخلص. اذا على هذا المستوى كاين انسجامه سي ادريس مع الاجراءات الحكوميه في هذا الباب؟ لا، هنا لا بد من الانسجام. حنا في هذا الشيء واضحين، حنا ملي تناخذوا شي اجراء ومسؤول ما تنتخباوش منه. الاضراب المشروع هذا حق، اذا كان الاضراب غادي يكون النقابات اللي غادي يقوموا به اذا كانت هناك امور مشروعه. اما باش تجي تعطل الجماعه 52 اسبوع في السنه وعباد الله تيستاينوا المصالح، هذا هذا الشيء كانوا كيعانيوا منه المواطنين. ولكن حنا المقصود عندنا في هذا المحور بالاساس ماشي غير هذا الجانب هذا، لان هذا الجانب هذا تعالج. اللي مقصود عندنا في الجانب ديال تعبئه الموارد البشريه، مقصود عندنا اولا لاعاده الاعتبار للموظف، الموظف الجماعي او الموظف في الجهه خصو يحس بانه شريك ديال المكتب في التنميه. موظف خصو يكون عنده قيمه، يعني يتكون في كل الاليات ديال الخدمات التي يقدمها للمواطن، باش ما يلقاش راسو واقف قدام المواطن هو ما عارف ما يدير معاه، باغي يدير شي حاجه ولكن الله غالب ما تكونش. اذا التكوين، التحفيز، ثانيا الشفافيه، خص الموظف يعرف راسو بانه اذا كان كوف راه غتطبق مساطير شفافه اللي غادي توصلوا للمسؤوليه. هذا هو الموظف، لا يطلب شيئا كثيرا. وبالنسبه السي ادريس اسمح لي واخا غادي نقاطعك في هذا المجال باش ما يطول لنا، الموارد الماليه يسجل السي ادريس بكل فخر ان الجماعات التي تسير العداله والتنميه حققت فائضه كبيره جدا. ربما الحقب السابقه لم تستطع يعني توصل لها مجتمعه، هادشي صحيح؟ الامر شوف، هادشي الموارد الماليه في التعبئه ديالو الامر بسيط جدا، وليس هناك اي خاتم سليمان. الامر يتعلق فقط بان الاداره الجماعيه سواء الضريبيه او المكتب المسير للجماعه ان يكون عادلا، ان يطبق الجبايات بفعاليه وبعدل، ما يبقاش يفرق ما بين الحانوت والمواطن والمواطن. هذه الاولى. ثانيا اللي هو مهم، ماشي هو هذا، شتي المواطنين الا شافوا بان الحاله ديال المدينه ديالهم تتحسن غادي يعطيوك من جيوبهم. علاش المواطنين تيرجعوا اللوط في المال فيما يتعلق بالجبايات المحليه؟ لانه تيشوفوا الحاله ديال المدينه او ديال القريه تتدهور. احسن طريقه باش ترفع من الفعاليه ديال النظام الجبائي، احسن طريقه وهو ان تصرف المال العام بالطريقه الصحيحه. تنعكس الجبايات على الخدمات. شوف بسيط، انا ما تنتكلمش على التعبئه الموارد. شتي التعبئه الموارد شنو هي؟ هي اولا انت كرئيس بعد على المال العام، تعطيه الثقه والمواطن يشوف هذا الشيء يلمسه. شتي الا بعدتي على المال العام وعطيتيه الثقه، المواطنين غيخلصوا لك الموارد باش انت تخدم. ثانيا من يتبعد عليه وتعطيه الثقه تصرفوا بطريقه اللي هي تتمشي وتستجيب لحاجيه المواطنين. انا ذاك سترى العجب في الموارد الماليه، المواطنين غيأديو الضريبه وهما فرحانين، وهذا الشيء اللي وقع في الديمقراطيه وفي العالم المتقدم. مفهوم السي ادريس. المحور الثالث السي ادريس العقار. نعم العقار، الموارد العقاريه نفس الشيء بحال الموارد الماليه. ولكن راه كاينين مدن اللي عندها اشكالات في العقار، منين غادي يجي هذا العقار؟ ما كاينش. عرفتي شكون تيدير العقار؟ المشكل العقار نعم تيديروه المكاتب المسيره، لانه تصبح
تيدخل المستشار ماشي تيبقى خصو يتحيد ليه ديك التيتر المستشار ويردو مضارب تيرجع مضارب عقاري تيبدا يتجارى مع المنعشين العقاريين ومع المواطنين على القطاعي بيان سور بطبيعه الحال غيتسالى العقار العقار كاين ولكن العقار اذا كنت انت كرئيس تعتبر هذاك العقار واحد المورد اللي تضعه رهن اشاره المواطنين باش يسكنوا وتضعوا رهن اشاره المنعشين باش يطوروا يعني المشاريع ديالهم وتضعوا رهن التنميه الاقتصاديه تضعه بطريقه شفافه ماشي شي مخبي وشي ظاهر وتضعه بطريقه شفافه حينما تعلن له على الملاء وتضعه بطريقه شفافه حينما تقوم بالمسطره ديال الاعلان وتاخذ الثمن وتستحق ذاك العقار انذاك العقار غيكون موجود. سمح لي السيد ريس ما يتعلق بالمسطره ديال الاستثناءات عندكم فيها موقف؟ لا شوف المسطره ديال الاستثناءات خاصها تكون انا نقول لك جوج الامور ولكن راه هي السي دريس راه هي الموطن ديال الفساد الحقيقي في التدبير العقار عند مستوى الجماعات. والله والله ودي السي محمد الى التدبير ديال الشان المحلي الى بسيط جدا. شوف عرفتي شنو هي المصيبه ديالو؟ هي انك تدخل نفسك طرف. اذا المكتب المسير رجع هو دخل راسه هي عباره عن واحد المعادله رياضيه بسيطه. هذه المعادله الى المكتب المسير ديك المعادله بقات يقدها وهو ماشي طرف غادي تتقاد. رديتي راسك طرف غتعقد العقار طبيعه الحال. الا بغيتي تستافد غتعقد. الا في المسطره ديال الاستثناء بغيتي تشوف هاد الجهه ولهاد الجهه وتبتز وتساوي غيتعقد داك الشيء والمواطنين ما غيعجبهمش الحال. وبالتالي هاد الشيء ديال الاستثناءات خصو يكون وفق القانون بطريقه شفافه بمعايير موضوعيه ما تبقاش تشوف هذا ايه وهذا لا. وثانيا افهموا كنفهم من كلامك انه الاستثناء ما فيش مشكل. شنو هو؟ الاستثناء ما فيش مشكل في قضيه العقار. ماشي لا ماشي ما فيش مشكل ماشي هذا هو ماشي هو هذا الاشكال ماشي هو هذا السؤال السي محمد. نعم. ماشي واش فيه اشكال ولا ما فيه. نعم. الاستثناء ينبغي ان يخضع للقانون. نعم. خصنا ما نديروش الفوضى لانه ما يمكنش تستثني في واحد الاستثناء يخضع للقانون. ثانيا حينما يسمح به القانون خصو يكون شفاف وموضوعي ومحايد وما فيش الابتزاز وما فيش المساومه هذه الثانيه. والثالثه بما ان هذاك الاستثناء تيعطي قيمه مضافه كبيره لهذاك الارض خص الجماعه تستفد منه بطريقه مشروعه. صافي باش نقول لك انا كل شيء للارض. الاستثناء يكون وفق القانون، الاستثناء يكون وفق معايير موضوعيه ومقدة، والاستثناء بما انه ترفع من القيمه ديال الارض خص الجماعه تستفد منه. وإذا استفدت منه الجماعة غيستفدوا منه المواطنين. هذا ببساطة الاستثناء. وسيصبح آنذاك ما يبقاش هذا الاستثناء استثناء، سيصبح الاستثناء مقاد والمواطنين تيحسوا بالأثر الإيجابي ديالو. مفهوم السي إدريس. غادي نتوقفوا اللحظة، وصلتنا الساعة ديال البث ديال النشرة ديالنا المفصلة، وغادي نرجعوا لك إن شاء الله تعالى مباشرة مع الانتهاء من قراءة النشرة اللي غادي تداع الاذاعه ديال بي جي دي اف ام الالكترونيه. نعود بعد قليل. محمد تنسمعك سي عصام تنسمعك؟ اسمح لينا. لا مرحبا على ود بارك الله عليك. الله يحفظك. لا بغينا باش نناقشوا قضايا اللي هي سميتو ما يكونش. لا 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 تتمشي راك تتمشي راك نازل ديريكت تقلب عليا في النيشان. لا انا راه عارف السي إدريس بانك عارف بان الاجابات تكون في المستوى داك الشيء علاش كنمشي للبلايص اللي غادي تطار في النقاش. الصوت مسموع مزيان؟ لا مسموع تبارك الله. حتى الاخوان اللي كيتصنتوا على برا عندنا هنا قال لك راه داك الشيء جيد. ايوا الحمد لله الحمد لله راه البديه بك فيها البركه الحمد لله. الله يوفقك اودي السي إدريس. الله يوفقك. الله يوفقك. راه ممكن تصنت الاخبار عندك في البورتابل ولا كذا؟ ما بغيتش نطلقو لان قلت لي باش ما واخا يلاه خلي حتى النشرة الاخرى تصنت لها ان شاء الله. اي صافي ماشي مشكل. ولا تلقوا انت هنا بالجد ممكن راه شو سي إدريس ممكن تلقوا النشره من عندنا وتسمعها انت. صافي تلقاها مزيان.
تفضل. خليطرة كشف نبيل الشيخي الكاتب الجهوي للحزب أن الخصومة حاولوا بهستيرية فرض طريقة تصويت خلافا للمقتضيات القانونية للشكليات المتفق عليها بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية. وأضاف الشيخي في تصريح له أنه بعد يقين أحزاب المعارضة من ضياع الرئاسة من بين أيديهم لكون كل المؤشرات كانت توحي بذلك بعدما دعمنا مرشح الأحرار رغم حصولنا على أكبر عدد من المقاعد ضمن أحزاب التحالف الحكومي، انبرت المعارضة للعرقلة والتشويش والصخب وصعود الطاولات وتكسير الكراسي للنسف العملية لكن دون نتيجة. ضمن حزب العدالة والتنمية بإقليم صفر الفوز بمقعدين قبل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في الرابع من شتنبر المقبل. وضمن كل من محمد عمود وحسن رسوق اللذين قدما ترشيحهما على التوالي بكل من الدائرة 19 التابعة للجماعة القروية 87 بإيموزدار كندر والدائرة 8 بدوار 8 الغازي بإقليم الصفر بعدما كان الوحيدين بدائرتيهما. وأكد حسن رزوق في تصريح له أن ترشيحهما سيكون دون منافسة من أي حزب من الأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، مضيفا لقد كان اختيارا طوعيا لساكنة المنطقة التي رأت فينا الشخصين المناسبين الأقدر على تحمل مسؤولية تمثيلهم داخل المجلس الجماعي، التمثيل الأمثل الذي يلبي طموحاتهم ويستجيب لانتظاراتهم. استطاع حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الرابع شتنبر 2015 أن يغطي جميع لوائح مجالس الجهات وتغطية جميع لوائح مجالس المقاطعات وجميع لوائح الاقتراع باللوائح في جميع الجماعات، كما استطاع المصباح أن يوازن بين حجم التغطية وترشيح أفضل الكفاءات. وفيما يخص المستوى الدراسي للمرشحين بالنسب المئوية فقد بلغت نسبة الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها بلغت نسبة 46% في حين بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على ماستر مهندس أو ما يعادله نسبة 24% والدكتوراه 20%. إضافة إلى الترشيحات السابقة استطاع حزب العدالة والتنمية في الاقتراع الفردي أن يغطي ما نسبته 75% من الجماعات ووصلت التغطية العامة للمقاعد إلى 40%. نهاية النشرة قدمناها لكم من PGDFM، تفاصيل أوفى عن أخبار الحزب تجدونها عبر الموقع PGD.ما، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي للإذاعة على نفس الموقع. كان معكم هشام فرحان وشيماء علول، للقاء. مباشرة بعد الاستماع إلى النشرة المفصلة على أمواج إذاعة PGDFM الإلكترونية، نعود مستمعين الكرام إلى ضيفنا في حلقة الأولى من حلقات برنامج في قلب الاستحقاق. سيدريس هل تسمعني؟ مرحبا محمد. مرحبا. نستمر السيدريس في عرض المضامين ديال البرنامج ولكن بإيجاز، بقاو لنا أظن محورين. محور الأول قلتي ديال النجاعة والكفاءة ديال المؤسسة، ثم تحدثت عن تعبئة الموارد في المستويات الثلاث ديال الموارد المالية والبشرية والعقارية. المحاور الأخرى السيدريس بإيجاز. بإيجاز بقى المحور الثالث والمحور، هذو هما المحاور ديال الإنجاز، لأن المحور الأول هو المؤسسة، الاهتمام بالنجاح المؤسسة. المحور الثاني هو الاهتمام بالموارد، إذن هذه المؤسسة وهذه الموارد هم يتبروا إلى إنجازات حقيقية، وهي المحور الثالث فيما يتعلق بخدمات القرب، والمحور الرابع فيما يتعلق بتنمية القرى وتنمية المدن. فيما يتعلق بخدمات القرب، البرنامج تهتم بكل الخدمات ديال القرب. نتكلم على خدمات القرب، هي الإدارية، هي الاجتماعية، هي الاقتصادية، هي الثقافية، هي الرياضية. الإدارية تنقصد بها الجماعة كوحدة إدارية عندها واحد مجموعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. هذه الخدمات ينبغي ما أمكن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. لا يعقل أنه مجموعة من الوثائق اللي هي أساسية واللي هي يمكن أن تستعمل فيها التكنولوجيا الحديثة، لا بد باش المواطنين يمشي
ويبقى واقف ويقول ليه سير الغدا ورجع. هادشي السي ادريس، هادشي السي ادريس مفهوم بالنسبه للمدن والحواضر، ولكن البوادي السي ادريس راه الميزانيه ديالهم ثلثين او اكثر كيمشي غير في في في, في سميتو في الميزانيه ديال التسيير. فين غادي يديروا هادشي كامل؟ نعم نعم سي محمد، اولا هادشي كاين فيه الدعم ديال الدوله، وتنتكلموا على الجهويه المتقدمه والجماعات في يعني الجديده، وبالتالي الان كاين امكانيات ماليه مهمه، والمهم انه ما نفكروش بهذا المنطق. هذا المنطق هو الذي اخر هذه الجماعات وبقات في ديك الطريقه التقليديه ديال الاداره. الاشكال ديال الامكانيات غير مطروح، الاشكال اللي مطروح هو الاشكال ديال التصور. واش بغينا اداره حديثه وانه مجموعه من الوثائق يحصل عليها المواطن بطريقه مبسطه، ولا بغينا نبقاو في ديك الطريقه القديمه ديال لا ودي يجي المواطن وما يلقاش اللي يوقع عليه ونقول له سير حتى الغدا واجي. راه بلادنا خطات خطوات في هادشي ديال الجانب الالكتروني، وبالتالي خصنا نعتمدوا هادشي، نعتمدوا عليك الامور اللي هي تسمح من الناحيه الاداريه باش المواطن يتفاعل مع الجماعه ديالو. الشكايات خص كيف ما كاين دابا خط اخضر، كذلك في الجماعات خص يكون خط اخضر لتقديم ديال الشكايات وديال المطالب، مثلا الى تفضوا ولا ما عرف شنو، واحد الخط اخضر اللي تيمكن المواطن يتواصل بطريقه بسيطه مع الجماعه. ويكون نفس الشيء بهذا الخط الاخضر يكون من يتابعه، من يجيب عنه، ومن يقوم باللازم. وهذه امور كذلك احداث مجموعه ديال الجانب الخدمات الاجتماعيه، احداث مجموعه من المركبات. تكلمنا على مركبات اجتماعيه مندمجه، تكلمنا فيها على الجانب ديال الشباب، على المسنين، على المتقاعدين، على مجموعه من الفئات الاجتماعيه اللي إذا ما اهتميناش بها، وهذه الخدمة ديال القرب وهذه المركبات الجماعية تذهب إلى أماكن أخرى ديال الانحراف وديال المخدرات، وبالتالي هذا باب من أبواب سد الفساد، وهو أن الشباب ديالنا يلقى المجال اللي هو قريب واللي الجماعة تهتم به واللي يطلق فيه الطاقات ديالو عوض أن مفهوم السي ادريس. دوز لينا السي ادريس الله يخليك للمحور الرابع باش ندوزو لفاس وما ادراك ما فاس كما قلت قبيله. المحور الرابع هو كل ما يتعلق، قلنا ينبغي التطوير وتنميه القرى والمدن. الان الجهه كجهه تتوفر واحد الصندوق ديال التاهيل الاجتماعي اللي جابوا الدستور، وهذا الصندوق ديال التاهيل الاجتماعي كان واضحا الواضح المعالي من النهار الاول، تيتكلم ببساطه تيقول ان هذا الصندوق اللي مسميه صندوق التاهيل الاجتماعي جا لجوج الاغراض الاساسيه، وهي تدارك الخصائص اللي كاين على مستوى البنيات التحتيه، وتدارك الخصائص اللي كاين على مستوى الخدمات الاجتماعيه. وبالتالي هذه الجهويه المتقدمه بالنسبه للعالم القروي هي فرصه تاريخيه، لانه هذا الصندوق ديال التاهيل الاجتماعي ينبغي ان يستجيب لهذه الاهداف اللي جا بها مباشره، التاهيل ديال البنيه التحتيه والخصائص، تدارك الخصائص، وتدارك الخصائص ديال الخدمات الاجتماعيه. بالنسبه للمدن باش نمشي بسرعه، المدن تنقولوا بان البرامج ديال التنميه اللي جات بها الجهات والجماعات، هذه البرامج ينبغي ان تستحضر الواقع ديال المدن اليوم، وان تستحضر التطور ديال المدن في المستقبل، ما تكونش نظره قصيره الامد واللي تنجم عنها مشاكل ملي تجي يعني ملي تيجي المسؤولون ما تيلقاوش كيفاش يجاوبوا عليها. وبالتالي حنا تنقولوا اننا ننطلق من تشخيص الواقع وكذلك من استشراف المستقبل باش نجاوبوا على الاناره، على الطرق، على المسارات الحضريه، على التطهير السائل، على المركبات الاجتماعيه، على الجانب الاقتصادي والمساحات ديال الصناعه وديال هاد الامور كلها. البرنامج ديال التنميه ديال المدن سميناها تنميه المدن المستدامه، تنظر الى الواقع اليومي لتجيب عن الاشكاليات اللي هي حاله اليوم، وكذلك تستشرف الاشكاليات ديال الغد باش نكونوا تيكون عندنا اجوبه مستدامه واجوبه ممتازه. ممتازه السي ادريس. البرامج الاربعه، جوج ديال المحاور الاربعه ديال البرنامج، جوج ديال المحاور الاولى مركزه على المؤسسه والتعبئه للموارد، والمحاور الثانيه مركزه على الانتظارات ديال المواطنين والاستجابه. الى سمحت السي ادريس انتقلوا لمحور اخر الى جات على خاطرك باش نكونوا اكثر، كنهضروا على انتخابات ديال القرب ديال المجال ديال الميدان. مشيو للميدان، انتم مرشحون ديال الحزب، رشحكم الحزب ديال العداله والتنميه في مدينه فاس. انت قبيله قلتي فاس وما ادراك ما فاس. صحيح، اجداك الفاس السيل يا زلمه. ايوا فاس
انت ساكن في الرباط السي الازامي؟ انا ساكن في الرباط ولكن فين هو هذا اللي ما تديهش فاس؟ هذه راه فاس اسك محمد. نعم. واش كاين شي مغربي ملي تيسمع فاس ما يعني في العالم ملي تتكلم على فاس لا تحتاج ان تضيف شيئا، قل نعم. فاس وسكت. نعم. وانا ذاك الكل الذي تخاطبه يستحضر التاريخ العميق والتاريخ يعني التليد ديال هذه المدينه العلميه العالمه، المدينه كذلك الصناعيه، المدينه غير التي كانت سي 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 دريس باش عندي. نعم. دقيقه قبل واحد الفاصل، بغيت نعرف الرهان الذي تمثله فاس لحزب العداله والتنميه. شوف الرهان في اقل من دقيقه. أقل من دقيقة قلنا فاس تستحق التغيير، فاس تستحق الأفضل، وجاء وقت التغيير. هذا هو بالنسبة لنا الرهان ديال مدينة فاس. إذا فاس بالنسبة لكم اليوم في الحزب، فاس في أسوأ وضع لها، هذا الشيء غادي نعرفوه مباشرة بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مرحبا. إذا نعود إلى ضيفنا في الحلقة الأولى من برنامج في قلب الاستحقاق، مرشح ووكيل لائحة جهة فاس الأستاذ إدريس الأزمي الإدريسي. سي إدريس مازال مستمرين، فين خلينا الهضرة سي إدريس؟ مرحبا محمد. فين خلينا الهضرة؟ خلينا الهضرة بطبيعة على فاس وما أدراك ما فاس. نعم. وقلت بأنه هذه المدينة من بين الامور اللي هي مهمه واللي لمسناها بطبيعه الحال الاخوان اللي كانوا مشتغلين الحزب العداله والتنميه كان موجودا في المعارضه هنا. مزيان السي إدريس، نبداو من هنا نيت نسولك. نعم. سؤال واضح، بغاو المواطنين يعرفوا الحصيله ديالكم في المعارضه اشنا هي؟ الحصيله ديال المعارضه بطبيعه الحال المعارضه هنايا كانت تتعرض للاقصاء الإخوان والأخوات اللي كانوا لإقصاء ولا يؤخذوا بأفكارهم نهائيا. المقابل المكتب المسير الآن بشهادة الجميع راه خرجنا في الحملة الانتخابية منذ أن بدأت. أنا دبت جوج جولات في أماكن شعبية حقيقية. الأسماء ديالها السي إدريس؟ جنان الورد، جنان الورد فيه باب الخوخة،
في سيدي بوجيدة دست على يعني هذيك الأحياء كلها من باب الخوخة من البومبار الناس يعرفوا ديال من البومبا حتى جنان بوطاعة مرورا بمدرسة واد المخازين مرورا بدزنا على الصور ديال 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 المدينة وحنا ماشيين. الخلاصة العامة هذا هذا الحي الأول اللي هو معروف هذا حي ديال سيدي بوجيدة الكبير الخلاص ونفس وبعد بعده بيوم مشينا لعوينة الحجاج اللي هي معروف حي شعبي كبير وكبير جدا ودخلنا الحي إلى عمقه واللي هو تعرف واحد الحالة متدهورة الرسالة ديال المواطنين واضحة وكأنهم اتفقوا عليها تايقول لك بغينا التغيير وانتم واش العدالة والتنمية كتمثل المواطنين ديال هاد الأحياء التغيير أنا نقول لك في باب الخوخة نعم تلقاني مواطن مستشار جماعي سابق من حزب وطني والله على ما أقول شاهد قال لي هذه المدينة خطت تغيير لأنه عرفت تدهورا وراه اللي يمكن يوقف في وجه هؤلاء كاين حزب واحد هو حزب العدالة والتنمية وراه رسلتها لكم في التقرير ورسلوها لكم الناس اللي كانوا واقفين يعني الصحفيين رسلوها لكم في التقرير وبالتالي اليوم حزب العدالة والتنمية يمثل الأمل في هذه المدينة باعتبار للأسف الوضع المزري الذي وصلت إليه هذه المدينة لا من الناحية الأمنية ولا من الناحية التنموية ولا من الناحية البيئية اليوم سي محمد هذه المدينة فيها جوج ديال الأمور بالإضافة للجانب الأمني المتدهور غادي نرجعوا لهذا المشكل لأنه هو اللي واضح بزاف الصحافة هذا شوف هذا بسيط هذا نتيجة طبيعية لواحد الطريقة في التسيير كتهضر على الجانب الأمني سي إدريس الجانب الأمني هذا نعم. أنا قلت لك ها هو الجانب الأمني ولكن بغيت لك نقول لك شنو هو الأساس ديالو الأساس ديالو بالنسبة لينا نعم انطلاقا من الإخوان والأخوات اللي متبعين الشأن المحلي ومن القراءة ديالي العميقة لما يقع النتيجة جاي نتيجة ديال جوج ديال الأمور المسألة نعم. الأولى غياب الأفق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وهذه المسألة جات بالأساس نتيجة ديال الغياب ديال الثقة والتدهور ديال الجاذبية ديال هذه المدينة أسي محمد هذه المدينة كانت في المرتبة الثانية من ناحية ديال الجاذبية الاقتصادية اليوم هي تجاوزت الرتبة 15 علاش كاين إشكالية ديال كاين إشكالية ديال الثقة واش هاد الثقة مرتبطة بالتدبير الجماعي ديال المجلس الحالي ولا المجالس السابقة مرتبطة بالتدبير المجالي مرتبطة به فاس فقدت جاذبيتها الصناعية ومعمل القطيف خير دليل من عزائي معمل ايش قلتي المعمل ديال ايش المعمل ديال القطيف كان هنا نعم. معمل هذا راه مشهور على المستوى الوطني قطيف ملي تدخل قطيف معمل ديال 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 التكستيل ديال 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 شحال كان كيشغل هذا المعمل السي إدريس كانت لا اعرف ولكن اليوم هو اطلال وقطيف تجي تشوف ديك الحاله المزريه التي اصبح عليها هذا المعمل وكذلك مجموعة من المعامل الصناعة هجرت هذه المدينة وحال السياحة والصناعة التقليدية فيه هذا هو من تتهجر الصناعة التجارة أش بقى إذن كقطاع إذن أش بقت كآفاق ديال التشغيل أش بقت كآفاق وهذا إذن هاي كين هذا الجانب إذن التحدي ديالنا وهو أن نعيد لهذه المدينة الثقة يرجعوا المستثمرين تعرفوا بأنهم عندهم واحد باب يلجونها بأمن وأمان دون مساومة ولا ابتزاز هذه الأولى ثانيا الإشكال اللي هو اللي كاين حاليا هو إشكال بيئي الإشكال ديال المتنفسات ديال المتنزهات ديال فين يخرجوا الناس يتروحوا كان هنا جنان سفيل كان يعني كان يعني ما فين مشى دابا السي إدريس مازال كاين ولكن لا يكفي المدينة تطورت بشكل كثير وكان خاص يكون واحد مجموعة للأسف عوضة أن نستحضر هذا البعد الأولى قلت لك غياب الثقة الثانية الإشكالية ديال الجرأة وراء المضاربة العقارية أصبح لا نبقاو في البيئي في المجال البيئي الناس عندكم فاس كانت كتوعد باش انها تجيب البحر لا انا غاد غنجي لك لك شي الوعود هذيك الوعود راه مشكلة دابا انا تنتكلم لك على من ناحية المنهجيه كيفاش الاشكال البيئي كيفاش ان الناس ما بقاش عندهم كانوا متنزهات ومتنفسات اصبحوا ابراج اسمنتيه لانه الهدف
الشيء هو توفر واحد المتنفس للمواطن، الهدف هو ديك الابراج الانطلاق باش انت تطلع معها، لانه هذاك هو الهدف الاساسي. وبالتالي كاين المضاربه العقاريه واللي ما تستافدوش منها للاسف المنعشين العقاريين، بل المنعشين العقاريين تيتعرضوا فيها للابتزاز، اللي تيستافدوا منها هما القائمين على هذه المشاريع. وبطبيعه الحال هاد البعدين، لا البعد الاقتصادي والصناعي ولا البعد البيئي وديال المتنزهات، هذا خصنا نذكرو. انا للاسف رجعت للبرنامج ديال 2009 ديال الناس اللي تيسيروا المدينه حاليا، وبقيت نشوف المشاريع، وانا غادي نقولها وللناس ان ينزلوا الى مدينه فاس ليتحققوا من وجهه. لا راه مزيان نهضروا فيما هو واقعي، فيما هو كونكري، عرفوه الناس اشنا هي هاد البرامج اللي كانوا حطوا الناس في 2009 باش نحاسبهم عليهم اليوم. لا والو، الناس خصهم يمشيو يتاكدوا بانه المشروع كان البرنامج الانتخابي ديال 2009 ديال الحزب الذي يسير المدينه هنايا في فاس تيتكلم على احداث منطقه صناعيه حره على 1000 هكتار. ديال الناس يهبطوا يشوفوها كاينه ولا ما كايناش. لا انا ما نجاوبش، الناس يمشيو يشوفوا فين هي 1000 هكتار. يلا هذه الاولى. الثانيه احداث ميناء بري، مزيان يمشيو الناس يشوفوا فين هو هذا الميناء البري. ما فهمتهاش كاع انا هذا الميناء البري. السي ادريس يمشيو يشوفوا البرنامج ديال 2009 ويمشيو ينزلوا. لا بغيتك تشرح لي شنو هو الميناء البري وشرحوا للمواطنين، انا راه ما فاهموش. الميناء البري هو واحد المنطقه لوجيستيكيه، بما انه ما كاينش زعما هذاك اللي كتمكن. دابا تفاهمنا مزيان، يعني من 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 يعني التحويل ديال هذاك الانتاج المنتوجات والصناعات نحو فين خصها تمشي. واحد المحطه ديال التفريغ وديال دابا غير خلي السي محمد والناس عارفين كل منطقه وعارفينها وتعرفوها فين جات، تعرفوها جايه في مازال في الورقه ديال 2009، اما في الارض ان شاء الله ما كاينه شي حاجه. احداث منطقه ويسلان هذا منتزه. مشروع ديال الترامواي ديال فاس هذا مكتوب في البرنامج. شييد الجامعه الدوليه للصناعه المعرفيه الالكترونيه. هادو برامج كبيره بزاف السي ادريس. لا دابا هادشي في الورق. مشروع اوبيرا فاس. اوبيرا والله اجي تفرج فيها اوبيرا لا انا بغيت نعوم في البحر هو الاول عاد نمشي لاوبيرا. انا بغيت نختم لك بعدا، لانه الناس تيتكلموا على البحر. انا منين شفت البرنامج ديال 2009 تفاجات بما هو اكبر من البحر. لقيت الاوبيرا ولقيت المكتبه الكبرى ولقيت الجامعه الدوليه للصناعه المعرفيه الالكترونيه ولقيت الطاقم ديال فاس. بطبيعه الحال القيت المشروع ديال الفضاء وفواد فاس الترفيهي المتوج بشاطئ فاس. هكذا مكتوب. يعني هادشي كان في البرنامج، هاد القضيه ديال شاطئ فاس كانت في البرنامج. لا هادشي كلشي في البرنامج مكتوب هكذا. انا دابا تنتكلم لك من البرنامج تناخذها بالحرف باش ما نزيد ما ننقص. نعم. منطقه صناعيه حره على مساحه 1000 هكتار، احداث ميناء بري، احداث منطقه ويسلان والناس اللي فاس تعرفوا فين شنو هي. مشروع ديال الترامواي ديال فاس، تشييد الجامعه الدوليه للصناعه المعرفيه الالكترونيه، اوبيرا فاس، المكتبه الكبرى، وفضاء واسع. واخا اسمح لي السي ادريس، ياك انتم ما دايرينش بحال هاد البرامج حتى انتم في البرنامج ديالكم؟ لا احنا لا تخابين محلي. احنا المدينه عندنا لها رؤيه واضحه كيف ما قلت لك، باش نطوروها من الناحيه الاقتصاديه ونعيدوا لها جاذبيتها الاقتصاديه وجاذبيتها الصناعيه. كذلك نوفروا الخدمات للناس ونبذل الجهد ديالنا، ولكن لا يمكن نستحي لمن ان نكتب مثل هذه الامور التي لا يمكن ان تتحقق، والتي للاسف غير يشرحوا للناس كيفاش ما تحققش. يعني يقولوا للناس كيفاش ما كايناش الاوبيرا وما كايناش المكتبه الكبرى وما كايناش الفضاء ديال واد فاس الترفيهي المتوج بشاطئ فاس. هذا المتوج. نعم. راه ماشي واحد الفكره ما كملناش انا وياك السي ادريس، كتعلق بهذاك الجانب الامني. تحدثتي على الحوايج المتعلقه بالثقه وغيابها والجاذبيه ديال التشغيل. انا بغيت نهضر معاك شنو اللي عندكم انتم في البرنامج ديالكم المحلي ديال فاس في هاد القضيه ديال الامن في فاس، لان دابا اصبحت فاس مضربا للمثل في غياب الامن. الامن الناس بطبيعه الحال الامن الاختصاص فيه يعود للدوله، والدوله قائمه بالواجب ديالها، ولكن خص معها مجلس جماعي اللي تيقوم بالدور ديالو. الدور ديال المجلس الجماعي هو ان يكون تدبيره يحس المواطن بان هذا التدبير يقدم له الخدمات اللازمه، يقدم له الافاق اللازمه، بحيث انه يهتم بالناس المستثمرين والمقاولين اللي تيجيو ليه لهنا،
يقدم له من ناحية ديال الترخيصات ومن ناحية ديال المطلوب دون يعني لا ابتزاز ولا دون باك صاحبي ولا كذا. الناس منين كيشوفوا هذا الشيء ديال المعقول كيشدوا الطريق. هنا هذا الجانب الأمني أنا قلت لك هو نتيجة طبيعية لما لهذه الطريقة ديال التسليم والتردي ديال المدينة ديال فاس. هذا التردي هو اللي وضع الجانب الأمني، وإلا فنمشيو للمدن الأخرى. أنا تنسأل نمشيو للمدن الكبرى الأخرى علاش ما فيهاش هذا الشيء هذا اللي أكبروا من مدينة فاس، لأنه كان فيها واحد التدبير اللي عطى. نمشيو إلى بغاو يسألونا في المقابل، حنا عطينا داك الشيء ديال فاس في المقابل، نمشيو الناس يطلعوا على القنيطرة، يطلعوا على القصر الكبير، على تطوان، على التشيرة، على أرفود، على الراشدية، ونشوفوا كيف أن هذه المدن مزيان السيدري اللي كانت وراء مدينة فاس في السابق، كيف أنه بفضل التزام بالوفاء بالوعود، بفضل أن الناس اللي سيدريس إلا سمحتي عندي دقيقة اللي بقات لنا في البرنامج قبل الموجز وغادي نختموا هذا البرنامج. مدينة فاس تشكل رهانا سياسيا لأنها موطن ديال صراع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، كيفاش كتشوفوا هذا الرهان؟ مع وبعد هذا تشكل تحديا ورهانا تنمويا لأبناء وسكنة هذه المدينة الذين سئموا من هذه الطريقة ديال التدبير التي تنتج الأمن وتنتج العيش اللي هو إحنا بالنسبة لنا إلينا اليوم مواطنين ومواطنات ساكنة مدينة فاس عندهم يوم 14 نوفمبر أن يذهبوا جميعا للتصويت، ونقترح أن يصوتوا على مناضلي ومرشحي ومرشحات حزب العدالة والتنمية، لأن وقت التغيير قد حان، ونعتقد أن فاس مدينة فاس تستحق التغيير، ومدينة فاس تستحق الأفضل من أجل خدمة ساكنتها. هذا هو بالتوفيق سي إدريس إن شاء الله لكم ولبقية مرشحي حزب العدالة والتنمية في ربوع المملكة. شكرا جزيلا على قبول الدعوة، وفي حلقة أخرى من حلقات في قلب الاستحقاق على أمواج بي جي دي إف إم الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.